طلعنا على أساس سلمية وتحولت إرهاب. مين اللي حولها لإرهاب؟ مين اللي وجه الرصاص الحي ضد صدور الناس العزال؟ مين اللي قتل الناس بالهاوي والدبابات والطيارات والبراميل؟ ما قتلتوا الأطفال بالكيماوي والنابالم والسلاح المحرم دوليا؟ مو هجرتوا الناس من بيوتها؟ مو سرقتوا أرزاقها؟ لك انتم ملوثين بالدم من ساسكم لراسكم. كرمال هيك عم قلك ما رح يتصلح شي. لا بيتصلح، وفينا نغير الواقع، فينا نوقف هاي الحرب يلي عرفنا كيف بلشت، بس ما رح نعرف كيف رح تنتهي، ولا لمصلحة مين ولا على حساب مين. لا فينا نغير النهاية، بس هاد ما بيعتمد علي. إذا أقريت تحت التعذيب باللي بدك إياه وسجلت كم كلمة ضدي بمحضر التحقيق، هذا بيعتمد علي وعليك سوا. فينا نغير الواقع وفينا نبدأ صفحة جديدة، وفيني سامحك كمان. بدك تسامحيني مقابل شو؟ انت وانا سوا؟ ايه فيني سامحك ونبدأ صفحة جديدة، فيني اقول لك كيف كمان.